للمزيد ينضم إلينا دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، بعد التحية، يعني على ما يبدو هناك حالة في الاقتصاد العالمي، كل الاقتصاديات تتضرر بشكل كبير جدا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. كان هناك سؤال طرح في مقال نشرته الفاينانشال تايمز، السؤال كان: هل يقترب الاقتصاد العالمي إلى حالة الركود أم قد يتجه نحو التعافي؟ يعني أولا تعليق حضرتك ووصف مبسط للركود العالمي. في البداية صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين في كل مكان. أعتقد العالم يقترب إلى مزيد من ارتفاع معدل التضخم حول العالم. لم يشهد العالم مثل هذه الموجة من التضخم منذ العام 82، فبناء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بناء على ارتفاع أسعار النفط والطاقة والغاز حول العالم، تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، تباطؤ حركة التجارة الدولية، ارتفاع حجم الديون بالنسبة لحجم الإجمالي الناتج المحلي ل 351%، كل دي عوامل دفعت المزيد من عدم استقرار اقتصادات العالم حول العالم أجمع. هل إجابة السؤال هل العالم متجه إلى مزيد من الركود ومزيد من التضخم أم هو متجه إلى مرحلة التعافي؟ التعافي لن ولم يأتي بعد، لأن الحرب لم تضع أوزارها ولم يضع أحد من الخبراء أو العالم أجمع خارطة طريق لتفادي الأحداث أو تفادي الآثار السلبية المصاحبة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي فمزيد من الركود ومزيد من التضخم حول العالم مستمرون في ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى. بالطبع. ولكن دكتور خالد، يعني نشهد اليوم حربا بين الروبل والدولار، وفي الحقيقة الكثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين دهشوا من أداء الروبل في الفترة الأخيرة. إلى أي مدى يمكن لهذا الأداء للروبل أن يكون له علاقة بشكل أو بآخر بتشجيع الدول الصديقة أو الحليفة التي تتبادل معها روسيا تجاريا بالتبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية، وهي النقطة التي تحاول فيها روسيا منذ فترة، حتى وأنها كانت حثت تحالف شانغهاي وكانت سوف تسعى إلى حث البريكس على هذه النقطة؟ الروبل في صعود مستمر منذ بعد بداية الحرب إلى الآن. عندما الروبل قبل الحرب كان لا يتجاوز 90 دولار، 90 روبل لكل دولار. بعد الحرب تراجع الروبل أمام الدولار، وصل لأكثر من 150%، 150 روبل لكل دولار. النهاردة بعد يعني إصرار روسيا على بيع النفط والغاز بالعملة المحلية وهي الروبل، قفز الروبل قفزات هائلة وصعودا إلى ما 67 وما دون ذلك أمام الدولار، وبالتالي أمام الدولار وأمام اليورو، وارتفع ارتفاع غير مسبوق لم يصل إليه منذ 2017 و2018 أمام اليورو والدولار. الروبل في تصاعد مستمر نتيجة إصرار روسيا على بيع ما لديها من نفط وغاز بالعملة المحلية، وأعتقد أن ده ما يحكم ويشجع على مزيد من التبادل التجاري بين روسيا وبين كل الدول الصديقة بالنسبة لها، هو التعامل لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وبين الدول الحليفة. أعتقد مزيد من الانفتاح ومزيد من المعاملات المالية التي تحقق صالح الدول التي لها تبادل تجاري بينها وبين روسيا، هتكون العملة المحلية هي القاسم المشترك خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل يعني ان روسيا وانخفاض اسعار النفط والغاز بالنسبه لها عن مسيدتها حول العالم. اعتقد ده هيشجع كثير من الدول
أن تكون أن يكون التعامل بالروبل الروسي. إذن نعم تفضل أكمل الفكرة. هيكون زيادة حجم التبادل التجاري، هيكون زيادة تحقيق المصالح النفعية بين روسيا وبين كل الدول الصديقة سواء الصين أو كل الدول، في دول كثيرة عربية يكون بينها وبين روسيا مصالح مشتركة. إذن عقوبات اقتصادية دولية على روسيا أدت إلى تعزيز قوة الروبل الروسي وضعف اقتصادات الدول الأوروبية، والحقيقة هناك أكثر من معاناة. معاناة الاقتصاد الأمريكي من السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي من أجل احتواء التضخم، هناك أيضا معاناة دول أوروبا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، ومعاناة الدول الأكثر فقرا من أجل أصلا تدبير إمدادات الغذاء. وللأسف هناك يعني حديث عن ربما حدوث مجاعات في بعض البلدان. البعض يتساءل إذن ما هي الخطط العاجلة قريبة المدى من أجل محاولة احتواء التضخم وزيادة الادخار لو يمكن القول؟ أعتقد بنشوف حول العالم أن البنوك المركزية قامت برفع أسعار الفائدة، وشفنا الفدرال الأمريكي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة علشان مجابهة التضخم. هذا ما ومن المتوقع نهاية أنه يعني يزيد كمان الفترة المقبلة، في 6 جلسات مقبلة هيزيد خلال الفترة المقبلة، كل جلسة ممكن بالنص أو 1% على أقل تقدير، يعني إن لم يقفز قفزات هائلة لمجابهة التضخم، وخصوصا أن البورصة وأسعار الأسهم في أمريكا لديها هبوط لم يحدث منذ 40 عام. ده من ضمن التداعيات برضه الحرب الروسية الأوكرانية، وهو خروج استثمارات بالمليارات من داخل البورصات حول العالم. النهارده العالم مقبل على نقص في الأمن الغذائي، نقص في الغذاء، في حكومات، في بلدان يحصل فيها مجاعات، نعم، لأن عليها أن تدبر كيفية توفير ما يحتاجه مواطنيها من السلع الغذائية حول العالم، لأن الحرب أمدها مستمر في ظل ما يشهده العالم من تداعيات هذه الحرب. إن لم تجرفنا هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة، فلا نتفق ان احنا لا قبل الحرب العالميه الثالثه تبقى اولا في نقص في امداد الغذاء، في نقص عدم وسلاسل الامداد والتوريد المتعلقه بالسلع الغذائيه، وخصوصا ان روسيا واوكرانيا من البلدان المصدره للغذاء حول العالم. فاعتقد ان ما تبقى لا يكفي كل العالم من سلع اساسيه او غذاء او سلع او زيوت حول العالم. فاعتقد ان ده على العالم أن كل على كل دولة أن تدبر ما تحتاجه من داخل أسواق أخرى بديلة، أو عليها أن تجد مصادر داخلية لمعالجة هذا الخلل في سلاسل الإمداد والتوريد وعدم وجود الغذاء بشكل كافي يحقق مطالب الشعوب حول العالم، لأن العالم فعلا لم يشهد منذ عشرينات القرن الماضي مثل ما يحدث الآن على أرض الواقع. نحن في أزمة، العالم كله يقف صامتا في ظل هذه الأزمة، الشعوب وحكوماتها لا تجد مفر من وجود حلول عملية وناجحة. وفي حالة أيضا من الترقب دكتور خالد لما سيحدث أو لربما التوقعات بمزيد من التصعيد في هذه الأزمة كما ذكرت. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي على كل ما تفضلت به من معلومات.